مرحبا، بس ما كنت تأخرت عليك. لا أبدا. إيه، شو مناسبة هالعزيمة اليوم؟ شو حابة تاكلي؟ ما بعرف. فضل أنت تنقي. أنا ما عندي مشكلة، تعرف شو بحب أكل. فعلا هالمحل كتير حلو، ليش ما أنك جايبني لهون قبل هالمرة؟ خلاص كل يوم منصير نجي. مثل ما أنا عم بحكي لكم، يعني اسمعوا مني مشان ما تتعذبوا. أنا بعرف. مرحبا. أهلين. شو صار بعرس أخوك؟ مو على أساس ما بدك تجي؟ اللي هلأ لساتها هون؟ حظك كتير بشي هلأ راح. لا تقولها. اهدى. انت بتعرفها للأني سنيفين؟ أهلين. مرحبا. لو كنت محلك يا مراد ما كنت موثق بذاكرة السيد أنور. أنا ما كنت متوقع أنه أنت اللي جاي لعندي، يعني لو كنت عارفان أنه أنت اللي بدك تجي. شو كنت عملت؟ كنت ضيفتك قهوة مثلا. مالك زعلاني ما هي؟ مراد شرح لي كل شيء وفهمت أنه عندك ظروف صعبة كتير. عفوا، رجعتي زعلتي؟ قلتي لي خلصت القصة. لا أبدا، بس أنا صار لازم أطلع على المسرح. يا ويلي. شو قلت حسان؟ شو يعني هذا الحكي؟ قلي. أنت أول وحدة بتعرفي. عم بتبشرني يعني حضرتك؟ وهيك ببساطة جاي تقلي إنك تزوجت؟ الصبح اجيت خبرك وكنتي طالعة مشان هيك سكتت. على أساس ما بدك تتزوج ابنك؟ أحياناً بتتغير الظروف. طيب وأنا؟ ما فكرت فيني؟ لو سمحتي اهدي، في مواضيع أنا هلأ كنت ناوي أحكي لك عنها. أنا رايحة على البيت. بعد عني. استني أنا رح وصلك. أنا بروح لحالي. خلاص خليني وصلك. شو مشان العرض؟ ليك لقلك، إذا مثل المرة الماضية أنا ما دخلني بنوب، شفت شو صار فيني؟ لا، هالمرة غير هديك، العرض منيح كتير، رح نفتح محلنا الخاص. شو؟ افتحي لي الباب بدور. افتحي بدور. مزن؟ ايه. حسان هلأ متزوج، اذا في حدا رح يحاكي مو انتي اكيد.